في إطار إحياء وتطوير الرياضة الجامعية وإعادة بعثها كعنصر أساسي في تكوين رياضي النخبة، دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملعب كرة قدم بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، والذي حمل اسم المرحوم صالح جبيلي أحد اللاعبين القدامى لفريق مولودية الجزائر. هذه الزيارة تندرج في إطار بعث الرياضة الجامعية، وبعث الرياضة الجامعية تعتبر من مخرجات مجلس الوزراء الذي حث ووجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن يعطي وثبة جديدة للرياضة الجامعية حتى تصبح الرياضة الجزائرية من خلال جامعي الجزائر شعلة على المستوى الوطني والدولي. إذن هذه المناسبة هي لتدشين ملعب صالح جبيلي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار. المناسبة كانت فرصة لتوقيع اتفاقية بين جامعة هواري بومدين وفريق مولودية الجزائر لكرة القدم، الذي سيستغل بموجبها هذا الملعب لتدريب مختلف الفئات الشبانية. قضينا أيضا اتفاقية مع فريق مولودية الجزائر يكون فيه إن شاء الله تبادل، يعني إحنا يعني نكون فيه ممكن تكوينات نتاع اللاعبين، ومن جهة أخرى يكون أيضا هنا ممكن استعمال الملعب هذا للفئات الشبانية ممكن لمولودية الجزائر، يكون يعني تكون فيه لجنة يعني من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وأيضا من مولودية الجزائر، باش نبنيو برنامج إن شاء الله يكونوا كما يقول لك رابح بيننا لتطوير يعني الرياضة الجامعية. كنت جونيور لعبت مع صالح جبيلي الله يرحمه على كل حال، لعب في مولودية الجزائر، كان كابيتان ديكيب وكان يلعب في الميليو تيرا، كان غران جوه الحق، كان في اليونيفرسيتي على كل حال كان يقري. سيت اون تري بون شوز اللي سموها على صالح جبيلي. على هامش التدشين نظمت مباراة استعراضية بين قدماء لاعبي مولودية الجزائر وبعض من عمال ومنتسبي جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.